يا هلا والله يا ابي، شلونكم وشلون صحتكم؟ يوم جديد وفيديو جديد، لا تنسونا من اللايك، ما مشترك بالقناة يشترك. هسه شنو تقول اليوم؟ مو بالسطح، اي والله اليوم مو بالسطح، ها من القفص الجو. شوفوه مال الرمانيات، الخانات هنا نزلناهن، شوفوه شغل جديد، ترتيب هاي بس للرمانيات. ها شوفوه هذا المعلف، وهاي هيك كلهن هيك هاي طوارة مال ماي، يعني بعدني ما مشتغلهن. ما مكملين العلاجات مال الرمانيات. شوفوا هذه شغله جديد، اليوم كمل، اليوم كمل هذا يراد لي بعد رف جوا، حلو مسافه هواي بعد يراد رف. شوف هسه دن صاعدات، شو صاعدات، وهذا اللي جوا يراد لهم حلات بعد جوا، يراد لهم رف بعد منه للاخير، رف مثل هذين بعد يراد لهم. شوفون هنا ترتيب كله جديد. اليوم هنا سبحان بالحديقة، هنا سبحان شوفوا طلعناه ياكلنا ملاح، وهاي بدل الريس سبحان هنا ظلنا لعبين وش اسمه ويتونسين شوي غير الجو بالشمس، قاعدين هنا وظلنا ننسلين. وهذا شوفوا مكانهن بعد راح يصير بس هنا، وما عليهن شي. هاي كاميرا هنا كاشفة المنطقة كلها، وهاي شوفوا الطوارة كله شغل جديد هاي، وهذا المعلف مالهن هنا لو برا من نريد اعلفهن هنا كلهن. ان شاء الله راح افردهن هنا واجيب قفالة للش اسمه للرزات، اجيب قفالة ونقفلهن، وراح اجيبن افرد الفحلة. بس خلي اكمل علاجاتهن، عندي علاجات ما مكملهن الهن، بشوفون كلهن صحة حلوة ما شاء الله، كلهن نشطات الطيور. بس يراد لهن ترايش بعد كل شي ما عليه اليوم سبحان، وتنظفون. وهيجي وصلت وجبة التور، ها اشوفون صلوات على محمد شلونهن كلهن تور خبضن هايهن، ها صلوات على محمد شوفوهن. انا احلى شيء حبيته بذيولتهن، ذيولتهن كلهن شوفوا 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 ذيولتهن كلهن، شوف هاي شوف زينه كله ازرق. يلا خلى شو اسمه اطقن بلاستر وش اسمه واحجلهن قراصات ما طلعت لكم. هاي الطيور الجدد كلها شكلتها حلو، بس بيهن واحد طفر. وينه هذا؟ هذا ما مشكول. ايه ها ايه هذا هذا هن كلهن راحن هناك. بس خوش طيور حلوات، يعني حتى شكولتها اللي يقول شكول تيدي وين يجين ورا السبليت يمشي لك هالاستدي ولتهن بيهن، لان بيهن شو اسمه وصاخ. وها شوف هاي، شوف هاي وجهها اللي يقول تيدي هاي هاي كلش، بس هسه شي ان شكلته هاي صارت ما ادري شلون. خلي اعلف الحمض، خلي اعلف اللوت والحمر حتى النوب اعلف ذني براحتي. بعدين شي مستغربات بالسطح، شوف ذاك وين راح، لا لا ياكل ولا له غرض. زين والله ما طار، بس شايف شاف فلايفة ما طار. يلا لك، يلا هاي الكرتونة جبناها. بعدين شوي مستغربات، يمكن هذا النزوج هذا وهاي، بس بيهن كلش حلوات يعني توا بدون ما بس شفتهم انتم اول بداية ما مشكولات شلون حلوات، كلش حلوات غير كلهم حلوات. خلي اعلف الحمر، هذا راح احاول اشكفه حلو. انا عد قلت طير التور حلو. شوف شوف هاي الصفرة استعملت العلاج اليوم ثاني، شوف صلوات شوف عيونها ما بيها شي. خلى شكفه هذا لا يشبع وقل لي سلم لي، خلى شكفه الله اكبر عمي ماكو هيك، لا يطلع ماكو هيجي. يلا خلي شكله وادبوا يا خواتي،
هذا المجرم، هذا المجرم. يلا روح لك، شكلت جناح واحد كافي. شوف هذا ابن عم ايش قد مطير، وشوفوا على البيتونه ايش قد، وكل ما تحاكي يقول عندي بس 20. شوفوا انا بس لان الطائرات اكثر من 20. بشيني اليوم ذني التور مالاتي بدعن ويا خبطن ويا بشيني طيحني، صار انا اعلى من عندي وما نزلهن. فذني والله موتني ولشن مشن منها مشن، وانا كنت حيسيل بدم بيه. ايش بيها لك منها هاد الدرب الله كلي؟ لا صدق ما اريد اطير خطي. ها شوي مستغربات بعد انتو مشكولات توهم بالسطح، بس هذني اريد افكن هذني هيك يومين هيك وافكن هذن هذني ذن واحد هذا واحد وهذا واحد هذني جبتهن الزوج اريد افكن هالكم يوم. يا الله يا الله الجو بدا يكسر الجو. شوفوا اليوم رطوبة حلو وبيها برودة شوي، الجو بدأ يكسر. يا الله يا الله بيها نسمة هو باردة شوي. هذا النتور، التور جدا خل شوي يطير عند النيتة ونبط الله خلي روح عن هذا خلي يعلم راح بس شوية ويعلم، ولو اليوم الجو فتشي كلش فتشي. هاي مطلعهن هسه، انا طلعتهن الصبح، طلعت التور اليوم طيرت هذن الثنين نزلن هذا والدارسين هناك، خل اجيبهم منه. عايفهم بالسطح، حطيت لهم ماي تو طلعته برا وشربوا ونكملن كلهم مشاكل وكلهم قرصتهم. شوفوا كلهم قرصتهم قراصات زرقاء كلهم وكلهم مشاكل. عايفين شلون نسن بالسطح طقهن الشمس من نال للعصر واطبهن لوين ما نطابهن راح اظلن برا بعد. هدي اذا افرغ روحي لهذا القفص مال الزواج الموتن الزواج الامس خذن هذا التار وراح انبي بس بوي هم زين رد بس هو بطل رد خوش تار ما راح بس انا شنو قلت بعد ما يرد والله لو مروحات راح اللي تارم وثلاثه هو هذا الرابع راد يروح ورد. طلعت بالشمس خلي شوي تعودن على السطح أمس هيك يرحم منا ويجم منا خايفات. هسه اليوم طلعتهم قلت خلي ياخذن شمرة على السطح يتعلمن عليه حتى تروح الخوف من عندهم. بس عيونهم كلش حلوة شوف هاي عيونها برتقاليات شوف هاي السودة اللي يقول هندية اكو بيها كوبين وحدة هيك شلون تيلي عيونهم هي شكلها شلون تيلي هذيك منك صارت ورا تخبلن يخبلن كلش حلوات. انا بس هذا ما عاجبني هذا بس هذا ما عاجبني البقيه كلهم فتشي ولو هو عيونه سود حلو فحل بس مبين عليه كبير كلش فمن هذا السبب ما عاجبني. هاي شوفوا هاي يمكنها تيدي شوفوا هاي كانها هم تيدي خل اجيبهم منا انشن واعوفن براحتهم بعد اخر عنهم. عايفهم براحتهم الزواج العايفن هنا انا بالكبره بس ما يتطلعهم اذا طلعهم يخربن لو يطيرن ياخذ لهن تار لو ذيك الساعه طيرن موتاتني يعني هواي شغلات متعبتني بيهن. اذا سوينا القفص وذبهم من انا متبرد الدنيا وضل افك بيهن. يلا خلنا نجيبهن. يلا هاي العصريه
قلت قبل لا اسوي الاقفاصه واكملها خلينا ننظف السطح، حتى شنو انه بشتغل براحتي، سطح كله تراب وكله ما ادري شلونه. قلت خلينا ننظفه، شوفوا هاي الفصاخة كلها راح انظفها. من اللي انت تقول اذا انظفها جوا السبلتال الابيض، هاي شوفوا هذا الريش الاقفاصة ما انظفها، بس هذا القدام الباب شوفوا كله راح انظفه، وجوز يمكن انظفها ذاك اليم اللوتهم، هو كله يمكن راح انظفهم اليوم كلهم. شوفوا ايش طلعت، شوفوا الوصاخة، شوفوا الوصاخة انتم، ماكو هيك وصاخة، هاي كل اليوم انظفها، اريد اسوي حملة على السطح كله كله يعني كله، مو شو ما كان يومين ثلاثة والله انظف بيه. شوف 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 الريش، شوفوا هذا كله راح اشيله لنا حطنا على صفحة، وهذا كله اشيله لنا هذني وهذين كلهن ينشالن، هاي الصفحة كلها تتنظف اريدها. اللي يسمعني شنو انتم جاي تنظفونها؟ شنو اريدها كلها تتنظف؟ هاي كلها راح انظفها، هاي هاي كلها نظفها. شوف ذن الزواجب مال جيراننا جاي خرج بيهم مخاليف، هاي كلهن راح انظفهم، هاي هذن يمكن اشمرهن هذن، هاي من هاي الصفحة وشوي اجيلها بالسرعة منك، راح ابدا من اقفاصة وهاي كلها هذن الاحلال، جوز هذن هم اشمرهن كلهن وصفط الاحلال هنا، يعني من هذا الشتاء يعني هسه خمسة ايام ستة هيجي، لا هو خمسة ايام ستة ثلاثة ايام اربعة راح ابدا انظف بالسطح كله، ابدا انظف فيه يعني تنظيف كلش قوي. طيرت التور والزواج نزل كل واحد حلقه هالقده، ما ادري شو يقولون محافظات اكو مطر، اكو مطر بالمحافظات صديق، يا المطرت عندهم بالله، ما ادري شو سمعت بالناصرية اكو مطر وكربلاء اكو مطر، والله ما ادري بالله المطرة عندهم، خي يكتب لنا مطرة عدني. الطيور بعدني علف علف ما مطيهن بوي، شوف شو كلش تعبت بيها، يا بدي احط لايك انت جاي تباوع يعني، ايش خسران اذا ما تحط، بدي احط احمل لامك. والله يعني انت جاي تباوع ما خسران شي، شوف هاي جاي تعب لكم منظف لكم بالسطيح وجاي ارتب لكم بالحمام، ايش تردون كل يوم ويا جاي انشر لكم فيديو ما جاي اقطع عنكم، بدي احط لايك حط، ايش خسران ما تقول لي، يلا خلي اعلف الحمام هيش كافي، بعلي في الحمام ما رد اكمل لان تعبت كلش تعبت. شوف هذني الحجوله شنو هذا يا مواليد عراب 2016 بي تلقيت قديمات، هاي علفت الحمام كلهن، وهذني اللوت هم علفتلهن، علفتلهن شنو علفتهن وحطيتلهن ماي، ها البيضة والصفرة والشعلة وديتهن صاحبي لان انا ما فارغة بديهن، فهو خذاهن بدين وهواي جاي يعلقولي يقولوا لي وشين تبديهن، ان شاء الله راح اشرح لكم شرح عشان يعني ابدي الحمام، عدي بس مخلب بعده ما وديته الهن الي وين، والله ما ادري بي وين صاير، يمكن هذه هذا اللي هذا 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 هو هذا هذا بعده ما مودي الى اريده يبدي الي، لان اللوت ما جاي يطين علف هواي، ولدي اي واحد عنده لوت لا تطي علف هسه هواي حتى يعلي بالمطيار ولوت، انا لحد الان ما فاردهم ترى هواي الواد من عندهم هسه الجناية يعرفون اللوت جوز متابعين هواي صارهم من فرده، وانا بعدني لسه ما فارد، ولو هو الجو هسه حار ترى بعد الجو حار كلش الجو حار بعده، هذا ان التور جاي اكل خلي افتح لهن الباب، يقول لك نصيحة لعدة تور خي شيل الحلات من عندهن احسن له، شيل الحلات احسن له من التور، هذا ان الحمور اخر يوم لهن وياني اخر يوم للحمور، يمكن هذا اللي لميته من قدام باب الاقفاصة شوفوا، بس شنو مردة عود توني منظف، شوف الريش خلينا ننظف باب الاقفاصة وهذا وكمل السطح كله ورتبه انه بنظف الاقفاصة، خلي كملين نبدل الريش لان بعد ما مكملات ما مبدلات ريش، هيدا فكن اليوم هذين
هذني راح افكهن هذي وهذا بس مو هسي. خيجوعن خيجوعن بعد حتى النوبه شويه طيح الشمس وفكهن على الجوع. خلي ابدل ماهي نشوف ماهي صاير هنا واللوس والله الحمر. مثل ما قلت لكم اليوم جوز اليوم راح يجون ياخذونهن. بعد عذرونا جماعة الحمر لان والله ما لحق والله ما ملحق. هسه انا شوفوا هاي السطح هاي نظفت شوية راح ابدل ماي هنا فك اشكال هنا الفهن انزل يعني والله ما ملحق. واجوا على الحمر مباعن. اجوا عليهن راح احطهم بالكرتون واعطيهم اياه. وعلي جاي اقرا قران وجيت بس قلت لازم انهي لهم الفيديو لان اليوم لازم انزل يعني يومين ما انزل انا وعدتكم بعد. هذا الزواج خيجين طبعا خلي عليهم برا حتى التور ما فكيتهن شوفون على اشكالهن. يلا على باكر وافكهن باكر العصر. جن 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 الزواج الحمر مباعن خف اصلا فرق النوب. ان شاء الله الفيديو الجاي ادرتب القفاصة وافرد اللوت. خلي ياكلن خطيخ نطيهن هواي لان وراهن يوم كامل والليل. شوف اللوت شوف ميتات من الجوع لان اطيهن شوي وكله من صالحهن هاي. بس بعدني بعدني يا اخي اللوت هام اللي بس هذا فك ابواب القفص. ولد تعال شو هذا ابن عم حرب ويا اطير اطير له لو يولي. يلا يولي حال حمامة انا خلي علفن الحمامة عليها هسه بس اطير لين انزل لي واحد بس يولي. خلي ياكل الحمام خلي ياكل. عنده هواي شغل بالاقفاصه كلش هواي يعني بشرفكم لوت حتى سجه مو حار بس يفترن. ما ادري حمر دن حمر لو لو دن والله ما ادري شنو دن. لا يمكن لوت اي لوت هذن. يلا ما علينا بيهم. شوف القفص همين راد له تنظيفه هاي كل لازم كل فتره انظفه. خلنا سدي هذا اللي الطفر لازم هسه اكبه. هذاك اوهام راح على فك لباب القفص. هاي النفية ما ادري الفحل والله هذا الفحل. تعال تعال طب يلا والله عذرونا جماعة الحمر كلش عذروني لان تدرون شوفت عيناتكم والله ما فارغ الحمام كله ما فارغ لي يعني مو كله كله يعني قصدي يعني كله يعني ذا الحمر وهاي والله ما افرغ لهن ما افرغ لهن كلش ما افرغ يعني عادي يظل عندي بس التور واللوت نتونس عليهن. وان شاء الله اذا افرغت والله انا ببالي ها ها يعني جاي طخ ببالي بس اذا افرغت اذا اجيبن ارافل هيك فد 10 نتونس عليهن بس اذا افرغت اذا ما افرغت ما اجيب. وعذرونا اليوم تشيل فيديو قصير ما هو 20 دقيقة. ولهنا وصلنا وياكم نهاية الفيديو تدرون بيه بعد ما ملحق هسه راح اسد التصوير واروح للمحل. يلا اشوفكم فيديو ثاني ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة.